يسعد مساكم جميعا. اليوم إن شاء الله رح نبلش بالتشابتر الأخير معانا بالمادة اللي هو تشابتر 4. بس إذا ملاحظين إنه أنا كاتبة 4.4، فبالتالي رح نبلش من السكشن الرابع مش من السكشن الأول. خلونا نبلش بالسكشن الرابع ونشوف شو بحكي لنا. سكشن 4 بحكي لنا عنوانه Indeterminant Forms and L'Hopital's Rule. قبل ما نبلش نشوف السكشن عن شو بحكي، بس بالبداية حابة أذكركم بشغلة. إحنا زمان لما كنا نحكي الليمت لف x على جيل x لما x بتقترب من a، كان يطلع معانا جواب الليمت مثلا صفر على صفر، فكنا نروح نعمل عدة طرق، يعني نرجع إما نطلع عامل مشترك أو نحلل أو نضرب بالمرافق إلى آخره. ليش؟ عشان إحنا ما يطلع معانا الجواب صفر على صفر، عشان يطلع معانا جواب تمام. بس في طريقة أنتم مذكرينها من أيام المدرسة اللي اسمها لوبيتالز رول. لوبيتالز رول أنتوا على حسب ما متذكرين كنتوا تعملوا أنكم تشتقوا البسط وتشتقوا المقام، يعني لما يطلع معاكم الجواب صفر على صفر كنتوا تحكوا بدنا نعملها لوبيتال رول، اللي هي نشتق البسط ونشتق مين؟ المقام. يعني شو بده يصير على حسب لوبيتال رول؟ أنه بده يصير عند الليمت لف برايم إكس على جي برايم إكس لما إكس بتقترب من مين؟ لما إكس بتقترب من إم. إذن أول شرط، مش إحنا عنوان السكشن Indeterminant and L'Hopital's Rule، فبالبداية بدنا نبلش بالLopitals بعدين نرجع للIndeterminant Forms. هسا بحكي لنا إنه الليمت لف برايم إكس على جي برايم إكس لما إكس تقترب من إم. إذن في شروط عندنا للLopitals Rule. أول شرط إنه يكون F و G قابلات للاشتقاق. ليش؟ لأنه إحنا حكينا لما يطلع معانا صفر على صفر ليمت Fx على Gx بنروح بنشتق البسط وبنشتق المقام، فلازم البسط والمقام يكونوا قابلات لإيش؟ يكونوا قابلات للاشتقاق. إذا أول شرط هيو لوبيتال رول، رح نحكي عنها LOB رول، اللي هو بحكي لنا Suppose F and G are differentiable، يعني الاقترانين قابلات للاشتقاق. هي عندنا أول شرط. ثاني شرط بحكي لنا G برايم للX ما بتساوي صفر on an interval that contains a، يعني المشتقة ما بتساوي صفر على الفترة اللي بتحتوي a. يعني ليه؟ انتوا طلعوا عندكم g برايم للx، g برايم للx وين؟ جاب المقام، فأنا بنعرف احنا انه احنا المقام ما بدنا اياه يساوي صفر، فبالتالي g برايم للx ما بتساوي صفر. لكن شو بحكي؟ except possibly at a، يعني بس g برايم عند ال a ممكن تساوي صفر. كيف يعني؟ هسا لما نحكي احنا الليمت لاف اكس على جي اكس لما اكس بتقترب من ام، يعني مثلا ناخذ مثال، لو انا طلبت منكم الليمت لواحد على اكس ماينس 2 لما اكس بتقترب من 2، نعوض الاثنين شو رح يعطيني؟ واحد على 2 ماينس 2 صفر، فبالتالي الجي اكس عند 2 بتساوي صفر، لكن احنا بناخذ اكس تقترب من 2، فاحنا بالتالي رح ناخذ الاعداد اللي بتقترب من 2، لما نعوضها ما بعطيني صفر، لكن عند 2 بتساوي صفر. فهون نفس المبدا، جي برايم للاكس لما اكس بتقترب عند ايه، الاعداد اللي بتقترب من ايه جي برايم للاكس ما بتساوي صفر بحكي لنا، لكن عند الاي ممكن انها تساوي صفر، جي برايم للاي بتساوي صفر. إذا هيك قصده لما حكى لي إنه جي برايم للإكس ما بتساوي صفر على الفترة يلي بتحتوي A، لكن إكسيت بوسيبلي أت A، هاي اللي بين أقواس معناها إنه جي برايم للA ممكن إنها تكون تساوي صفر. تمام، بحكي لنا كمان also suppose إنه الليمت لإف الإكس بتساوي صفر، الليمت لإف الإكس لما إكس بتقترب من A بتساوي صفر، and الليمت لجي إكس لما إكس بتقترب من A بتساوي صفر. بدنا نركز انه اف الاكس ليميت لها صفر وجي الاكس ليميت لها صفر، هون بحكي لي اند مش بحكي لي اور. اور الليميت لاف الاكس لما اكس بتقترب من ايه اما بتساوي موجب او سالب ما لا نهايه، اند الليميت لجي اكس لما اكس بتقترب من ايه اما بتساوي موجب او سالب ما لا نهايه. يعني لما انتم بدكم تيجوا تاخذوا الليميت لاف الاكس على جي الاكس، اما رح يطلع معكم صفر على صفر أو رح يطلع معكم موجب أو سالب ما لا نهاية على الموجب أو سالب ما لا نهاية. طب هاي الحالة شو بدنا نعمل؟ الليمت لإف الإكس على جي الإكس لما إكس تقترب من إيه؟ اللي هي بتساوي الليمت إف برايم للإكس على جي برايم للإكس لما إكس تقترب من إيه؟ يعني باختصار بحكي لنا إذا كان معاكم الليمت لإف الإكس على جي الإكس لما إكس تقترب من إيه؟ كان معاكم الجواب صفر على صفر. يعني كان البسط عندكم الليمت لإف الإكس لما إكس تقترب من إيه؟ صفر، والليمت لجي الاكس لما اكس تقترب من ايه اللي هو المقام صفر، يعني طلع معاكم الجواب صفر على صفر، او طلع معاكم
موجب أو سالب ما لا نهاية على موجب أو سالب ما لا نهاية، فبالتالي أنتوا هون بدكم تروحوا تستخدموا قاعدة لوبيتال. قاعدة لوبيتال إنكم أنتوا بدكم تشتقوا البسط وبدكم تشتقوا المقام، بعدين بتعوضوا. لما تعوضوا إذا طلع معاكم لسه صفر على صفر أو موجب سالب ما لا نهاية على موجب سالب ما لا نهاية، بدكم تروحوا تشتقوا كمان مرة. إذا ممكن مش من أول مرة يطلع معاكم الجواب مباشرة، ممكن يطلع معاكم الجواب مباشرة من أول مرة. إذا بس نعيد تلخيص سريع، لوبيتالز رول شروطها إنه الـ f الـ x و g x قابلات للاشتقاق، وإحنا حكينا ليش هذا الشرط موجود، ليه؟ لأنه اللوبيتال إنكم بدكم تشتقوا البسط تشتقوا المقام، فبالتالي كشرط أساسي إنه f الـ x و g x يكون القابلات للاشتقاق. g برايم للإكس ما بتساوي صفر على الفترة، لكن ممكن عندي الـ A بتساوي صفر، وعندنا جواب الليمت صفر على صفر أو موجب سالب ما لا نهاية على موجب سالب ما لا نهاية، فبالتالي إحنا بنروح نستخدم لوبيتالز رول إنه رح نشتق البسط على مشتقة المقام. نيجي نشوف بالأمثلة، بس دائماً ما ننسى أول شغلة إنه إحنا لما بدنا نيجي نوجد الليمت أول شغلة بدنا نعوض تعويض مباشر. إذا طلع معي صفر على صفر أو موجب سالب ما لا نهاية على موجب سالب ما لا نهاية بمشي على لوبيتال، لكن ممكن يطلع معي الجواب من أولها عدد، فبالتالي ليش أروح أفكر بلوبيتال وهو الجواب معانا مباشرة من الأساس؟ فأول شغلي بنعوض تعويض مباشر. نشوف أول مثال بيحكي لنا find the limit of limit لتنين x زائد 3 على x زائد 5 لما x بتقترب من ما لا نهاية. أول شغلة خلونا نعوض تعويض مباشر، 2 في ما لا نهاية ما لا نهاية زائد 3 ما لا نهاية على ما لا نهاية زائد 5 ما لا نهاية. إذن هاي جوابها ما لا نهاية على ما لا نهاية لما إحنا نيجي نعوض تعويض مباشر، فبالتالي حكينا إذا طلع معانا موجب أو سالب ما لا نهاية على موجب أو سالب ما لا نهاية أو صفر على صفر، فبالتالي أنا بدي أروح شو مالي؟ بدي أروح أشتق البسط وأشتق المقام. فهون لما عوضنا طلع معانا ما لا نهاية على ما لا نهاية، خلونا نيجي نشتق البسط ونشتق المقام. بس في شغلة بدي أنبهكم عليها ممكن تشوفوها تافهة، بس يعني الواحد بالامتحان ممكن يغلط فيها. هاي لما تعوضوا أنتوا تعويض مباشر ما لا نهاية على ما لا نهاية، في طلاب ممكن يغلطوا يحكوا البسط مع المقام بشطب، يعني يحكوا هاي مع هاي بتروح بيساوي واحد. طبعا هيك إنه إحنا نعمل هيك نشطب غلط كبير، فالجواب لما يطلع معي ما لا نهاية على ما لا نهاية ما بصير إني أشطب، تمام؟ هون بنروح بنعمل لوبيتال رول، فهذا الحكي غلط. نيجي نشوف نشتق البسط ونشتق المقام. شو مشتقة 2 x زائد 3؟ هي عبارة عن 2، هون عندنا 2 على x زائد 5، شو مشتقة ال x زائد 5؟ 1 لما x بتقترب من ما لا نهاية، يعني اللي هي بتساوي الليمت للتنين لما x بتقترب من ما لا نهاية بيطلع معي الجواب 2، لأنه حكينا الليمت لثابت لما تكون x تقترب من إيش شو بيساوي؟ بيساوي قيمة الثابت، فإحنا عندنا الليمت للتنين لما x تقترب من ما لا نهاية رح يعطيني قيمة الثابت اللي هو 2. ثاني مثال بيحكي لنا ليميت لساين اكس على اكس لما اكس بتقترب من صفر. هاي ممكن تشوفوها وتحكوا انه احنا اخذناها هاي كخاصيه، يعني اذا بتتذكروا لما حكينا ليميت لساين اكس على اكس لما اكس بتقترب من صفر 1، اذا بتتذكروا اخذناها مش عارفه بالسكاشن اللي قبل، يعني خلص اخذناها مباشره حكينا، بس هون احنا بدنا نعرف انه كيف جوابها بساوي 1. نيجي نعوض، عوضوا تعويض مباشر، ساين الصفر صفر على صفر، إذا هاي رح يطلع معي صفر على صفر. إذا بما إنه طلع معي صفر على صفر رح نروح نعمل على لوبيتال رول. لوبيتال رول إنه رح نشتق البسط، شو مشتقة الساين؟ كوساين إكس على 1 لما إكس بتقترب من صفر، مشتقة البسط على مشتقة المقام. نيجي نعوض، كوساين الصفر 1، 1 على 1 بعطيني الجواب 1، وهيك جوابها أجا. نيجي نكمل هون، بحكي لنا هون في هنت، هاي الهنت بتحكي لنا إذا كانت إكس شوي إكس قوة إكس أكبر من إكس مضروب أكبر من A قوة إكس أكبر من إكس قوة N. فهون إكس مضروب قصده فيها، يعني لما أحكي لكم 5 مضروب، 5 مضروب هي عبارة عن 5 بأربعة بثلاث اثنين بواحد، أو 4 مضروب 4 بثلاث باثنين بواحد إلى آخره. A قوة إكس مثلا 2 قوة إكس 3 قوة إكس 4 قوة إكس، إكس قوة N، إكس تربيع، إكس تكعيب، x قوة 4 إلى آخره. شو بتفيدنا؟ إذا بتتذكروا من أيام توجيهي إنه لما يكون معاكم limit لف الـ x لما x بتقترب من المال نهاية،
كنت تحكوا إذا درجة البسط بتساوي إذا درجة البسط أقل من درجة المقام، فالجواب صفر، لما تكون طبعا الليمت لاقتران إكس تقرب من المال نهائي. إذا كان درجة البسط أكبر من درجة المقام، فبالتالي الجواب إما موجب أو سالب مال نهائي. لكن لو كانت درجة البسط تساوي درجة المقام، فالمعامل اللي هو أكبر درجة وأكبر قوة على معامل أكبر درجة وأكبر قوة. خلونا نشوف كيف في الأمثلة. بس نرجع هون شوي بالمثال اللي حليناه من شوي. طبعا هاي الطريقة بتستخدموها لما يكون معاكم الدوائر أسهل على السريع يعني، أو لما يكون معاكم مثلا إنه مش دوائر بس أنتوا بدكم تتأكدوا من حلكم، يعني بتحلوا على لوبيتال بدكم تتأكدوا من حلكم هل هو صح أو لا. لكن كحل يعني يفضل إنكم توضحوا بالخطوات، ما تحطوا الجواب مباشرة. فهون أنتوا عندكم بتلاحظوا إنه درجة البسط بتساوي واحد ودرجة المقام بتساوي واحد، فالمعامل اللي هي أكبر قوة الإكس على المعامل أكبر قوة الإكس، يعني 2 على 1. لكن لو كان معاكم مثال زي 3x تربيع زائد 2x ماينس 1 على 2x تربيع ناقص 4، بنلاحظ إنه درجة البسط بتساوي 2 ودرجة المقام بتساوي 2، يعني درجة البسط بتساوي درجة المقام، إذا معامل أكبر قوة على معامل أكبر قوة، يعني اللي هو 3 على 2. هاي لو بدكم تحلوا على لوبيتال رح يطلع معاكم الجواب 3 على 2. نرجع إحنا للسؤال يلي كان عندنا هون، اللي هو الليمت لاي قوة اكس على اكس تربيع زائد اكس لما اكس بتقترب من المالنهاية. هسا احنا لو بدنا نيجي نحله، تعالوا عوضوا بالاول تعويض مباشر، رح يطلع معاكم اي قوة مالنهاية على المالنهاية زائد مالنهاية، يعني رح يطلع معاكم ما لا نهاية على ما لا نهاية. لكن رح نروح نعمل على لوبيتال، لوبيتال انه رح نشتق البسط ونشتق المقام. اشتقوا البسط اي قوة اكس مشتقتها اي قوة اكس، اكس تربيع زائد اكس شو هي مشتقة 2x زائد 1. عوضه رح يطلع معاكم ما لا نهاية عمال نهاية. إذا بتتذكروا بأول محاضرة حكيت لكم ممكن يطلع معاكم الجواب مباشرة لما تشتقوا أول مرة، ممكن يطلع معاكم حتى لما تشتقوا الجواب لسه بده لوبيتال. فهون حتى لما اشتقينا الجواب لسه بده لوبيتال، فبنيجي بنشتق كمان مرة. فإي قوة إكس شو مشتقتها؟ إي قوة إكس 2x زائد 1 مشتقتها 2. تعالوا عوضه حيطلع معاكم ما لا نهاية على 2، اللي هو الجواب كان بيساوي ما لا نهاية. هسا إذا إحنا بدنا نيجي نستخدم الهند، نلاحظ إنه إي قوة إكس هون على إكس تربيع زائد إكس، إي قوة إكس لما إحنا أخذناها حكينا إي ممكن تكون إي، فإي قوة إكس هي على كأنه الإي قوة إكس، تمام؟ لكن إحنا إنه إحنا عوضنا بدل الإي إي، إكس تربيع زائد إكس، إكس قوة إن، فبتلاحظوا إنه حاكين بالهند إي قوة إكس هي أكبر من إكس قوة إن، وهون فعلاً البسط درجة البسط درجة البسط أكبر من درجة المقام. لما تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام حكينا إما موجب ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية. هون أنتوا عندكم إكس تقترب من المال نهاية، الجواب بيطلع معانا ما لا نهاية، فهيك إحنا بنكون اتأكدنا من حلنا. نشوف المثال الرابع، بحكي لنا الليمت لساين إكس ناقص إكس على إكس تكعب لما إكس تقترب من صفر. لو نيجي نعوض تعويض مباشرة، ساين الصفر صفر ناقص صفر على صفر، يعني رح يطلع معاكم صفر على صفر، فهون بحاجة للوبيتال. نيجي بنشتق ساين مشتقتها كوساين والإكس مشتقتها 1، إكس تكعب مشتقتها 3x تربيع، عوضه رح يطلع معاكم كمان مرة 0 على 0، إذن بحاجة لكمان مرة لوبيتال. نيجي بنشتق الكوساين شو مشتقتها؟ سالب ساين إكس، الواحد مشتقتها 0 على 3x تربيع مشتقة 3x تربيع 6x، عوضه كمان مرة ساين 0 0، 6 في 0 0، 0 على 0، برضو كمان مرة بحاجة للوبيتال. إذن هالمرة احتجنا لوبيتال، يعني هون ما زبط احتجنا كمان مرة، فبالتالي رح نشتق كمان مرة مشتقة الساين كوساين، ما تنسوا السالب تنزلوها، مشتقة الستة إكس ستة، لما نيجي نعوض رح يطلع معي السالب سدس، إذا خلص بوقف. يعني اللي بنستفيده من المثال اللي هون إنه إحنا ممكن ما يطلع معانا الجواب مباشرة من أول مرة، ممكن إنه أضطر أشتق أكتر من مرة عشان يطلع معي الجواب الصح. نشوف آخر مثال، المثال الخامس بيحكي لنا الليمت لساين اكس على 1 ناقص كوساين اكس لما اكس اكثر من باي. هسا انتم بتحكوا مباشره بما انه احنا درسنا على اللوبيتال، خلونا نشتق البسط ونشتق المقام. بس ما تنسوا دائما دائما اهم شيء المهم انه احنا نيجي نعوض تعويض مباشر. فهون احنا لو نيجي نعوض تعويض مباشره، ساين الباي صفر، 1 ناقص كوساين الباي، كوساين الباي سالب 1، فبالتالي 1 ناقص سالب 1 1 زائد 1، فالصفر على 2 صفر، يعني خلص هون مش بحاجه للوبيتال. لوبيتال حكينا لما يطلع معنا صفر على صفر أو موجب سالب مال النهاية على موجب سالب مال النهاية، بس هون إحنا طلع معنا صفر على عدد وصفر تقسيم عدد خلص مباشر صفر، فهون طلع معنا الجواب مباشرة من دون ما نحتاج أي إشي اسمه لوبيتال.
فلازم أول خطوة نعوض تعويض مباشر. هيك بكون خلصنا أول جزء بالسكشن، أو هو كان العنوان الثاني لوبيتال رول. هسا بدنا نشوف الانديترمينات فورمز. إيش هي الانديترمينات فورمز؟ هاي بحكي لنا الكميات الغير معرفة اللي هي صفر ضرب ما لا نهاية، واحد قوة ما لا نهاية، ما لا نهاية قوة صفر، ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. هدول الكميات إحنا ما بدنا ننساهم. كيف يعني؟ طب يعني شو هالكميات هدول من وين بيجوا؟ انتوا اذا طلع معاكم جواب ما لا نهايه، بس نراجع مراجعه سريعه، لو يطلع معاكم جواب ما لا نهايه صفر على صفر، او موجب سالب ما لا نهايه على موجب سالب ما لا نهايه، كنا نحكي لوبيتال رح نشتق البسط ونشتق المقام وخلص، هيك احنا بنحل المشكله. طب لو طلع معاكم احدى الكميات الغير معينه الاتيه اللي هي صفر ضرب ما لا نهايه، واحد قوه ما لا نهايه، ما لا نهاية قوة صفر، ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، هون انتو شو بدكم تعملوا؟ هون انتو بدكم تتحايلوا على المسألة، تضبطوا السؤال يلي عندكم بطريقة معينة، تمام؟ لحتى يطلع معاكم موجب أو سالب ما لا نهاية على موجب أو سالب ما لا نهاية، أو يطلع معاكم صفر على صفر، عشان نتمكن إنه إحنا نستخدم مين؟ نستخدم لوبيتال. كيف يعني؟ نيجي نشوف. أول واحدة بحكي لنا الانديتيرمينات برودكت، بحكي لنا إذا كان الليمت للإقتران f x m x أكثر من a بتساوي صفر، والليمت لجي x m x أكثر من a إما موجب أو سالب ما لا نهاية، حاصل ضربهم مع بعض، الليمت ل f x ضرب g x، تمام؟ لو أنتم بدكم تيجوا تضربوا هاي مع هاي، هون رح يطلع معكم صفر ضرب ما لا نهاية، أو صفر ضرب سالب ما لا نهاية، هون على كلن الما لا نهاية ممكن تكون موجب وممكن تكون سالب. فإذا طلع معاكم انتو صفر ضرب ما لا نهاية أو صفر ضرب سالب ما لا نهاية، انتو هون هاي كمية غير معرفة، انتو هون بدكم تتحايلوا على السؤال، تضبطوه بطريقة معينة لحتى توصلوه لشكل لوبيتال، عشان إحنا نستخدم قاعدة لوبيتال. فبالتالي لما يطلع معاكم الجواب صفر ضرب موجب ما لا نهاية أو صفر ضرب سالب ما لا نهاية، شو بدكم تعملوا؟ بدكم تخلوا إحدى الاقترانات في البسط، والاقتران الثاني وين؟ الاقتران الثاني بدكم تعملوه بالمقام لكن واحد على الاقتران. يعني لو طلع معانا الجواب صفر في ما لا نهاية أو صفر في سالب ما لا نهاية، رح نظبط المسألة بالشكل اللي عنا هون، أحد الاقترانات نخليه بالبسط، الاقتران الثاني نحطه بالمقام بس ما نحطه مباشرة، يعني ما نحكي في الإكس على جي إكس، نحطه بالمقام لكن واحد على الاقتران رح يكون بالمقام، يعني إف الإكس تقسيم واحد على جي الإكس. هون لما نوصلها للشكل يلي عنا هون، لما نوصلها للشكل يلي عنا هون ونيجي نعوض، رح تلاحظوا رح يطلع معاكم الجواب صفر على صفر، أو موجب سالب ما لا نهاية على موجب سالب ما لا نهاية، فبالتالي رح نتمكن إنه نستخدم لوبيتال. إذا طلع معاكم صفر ضرب موجب أو سالب ما لا نهاية مباشرة، اعملوا الشكل يلي عنا هون. بس ما خلصنا، ما بكتب له الشكل يلي عنا وما بكمل، بس اعملوا الشكل يلي هون، تعالوا عوضوا، رح يطلع معاكم صفر على صفر أو موجب سالب ما لا نهاية على موجب سالب ما لا نهاية، بعدين رح نستخدم لوبيتال. نيجي نشوف مثال على الحكي. المثال اللي عندنا هون بحكي لنا ليميت إكس بلين الإكس، لما إكس بتقترب من صفر من جهة اليمين، تمام؟ نيجي نعوض كالعادة. لما نيجي نعوض شو رح يطلع معانا؟ عوضه رح يطلع معكم صفر ضرب لين الإكس، إحنا بنعرف كيف رسمها، لين الإكس هيك، صح؟ لما إكس بتقترب من صفر من جهة اليمين، الجواب شو ماله؟ سالب ما لا نهاية. إذا سالب ما لا نهاية، طلع معاكم صفر ضرب سالب ما لا نهاية، هاي عبارة عن indeterminate forms. حكينا في إلها شكل، إنه إحنا نروح نخليها على الشكل يلي حكيناه من شوي، اللي هو رح نخليها الليمت، تختاروا أي اقتران تحطوه بسط، عندكم اقترانين إكس ولين الإكس، اختاروا أي واحد وخلوه بسط، والثاني حطوه واحد على الاقتران في المقام. أنا بدي أختار لين الإكس في البسط. المقام حكينا واحد على الاقتران الثاني، فالاقتران اللي عندنا إكس، إذا واحد على إكس. لما إكس بتقترب من زيرو من جهة اليمين، عوضوا شو رح يطلع معاكم؟ لين الإكس لما إكس بتقترب من صفر من جهة اليمين، سالب ما لا نهاية. واحد على الصفر، إحنا بنعرف عدد على الصفر ما لا نهاية، صح؟ إذا رح يطلع معاكم الجواب ما لا نهاية على ما لا نهاية.
فزي ما شفنا الجواب سالب ما نهاية على ما النهاية، هيك عنا شكل لوبيتال. فبالتالي هون رح نيجي نشتغل زي ما اشتغلنا على لوبيتال، رح نشتق البسط ونشتق المقام. إذا الهدف من الخطوات اللي احنا بنعملهم إنه نوصل الشكل اللي عنا للوبيتال عشان نستخدم قاعدة لوبيتال. نيجي هسه نشتق البسط ونشتق المقام. شو مشتقة البسط؟ عندكم لين الإكس مشتقتها هي لجوات اللين على المقدار، مشتقة لجوات اللين على المقدار لجوات اللين، يعني واحد على إكس. شو مشتقة المقام؟ سالب واحد على إكس تربيع لما إكس بتقترب من صفر من جهة اليمين. تمام، يعني لما هون رح يطلع معانا الجواب ليميت لا ماينس إكس لما إكس بتقترب من صفر من جهة اليمين. يعني بتعرفوا الاختصارات، عندكم بسط واحد على إكس تقسيم سالب واحد على إكس تربيع، طلع معاكم الليمت لسالب إكس لما إكس تقترب من زيرو من جهة اليمين. هسا نيجي نعوض، شو رح يطلع معانا الجواب؟ صفر. يعني عوضوا مكان الإكس صفر، مش إكس تقترب من صفر، اللي هو شو رح يطلع معاكم الجواب؟ صفر. وهيك بتكون انحل معانا السؤال. نيجي نشوف السؤال الثاني، بحكي لنا الليمت لإكس تان الواحد على إكس لما إكس تقترب من المال النهاية. كالعادة بدنا نعوض تعويض. أول شي عوضه اللي هو رح يطلع معاكم ما لا نهاية، عوضوا مكان الإكس مال نهاية، مال نهاية تاني الواحد على إكس، واحد على المال نهاية زيرو، تاني زيرو شو بيساوي؟ زيرو. إذا ما لا نهاية في زيرو. إذا بدنا نخلي واحد من الاقترانات بسط والتاني واحد على بالمقام واحد على الاقتران. فأنا رح أختار ليميت بسط بدي إياه يكون تاني الواحد على إكس والمقام واحد على إكس لما إكس بتقترب من مين؟ من المال نهاية. نرجع نعوض تان الواحد على المال نهاية، يعني تان الصفر صفر، واحد على المال نهاية صفر، يعني صار معانا صفر على صفر اللي هي عنا لوبيتال رول. بما أنها لوبيتال رول رح نيجي نشتق البسط ونشتق المقام. شو مشتقة تان الواحد على إكس؟ مشتقة تان الواحد على إكس مشتقة، إحنا بنعرف نشتق أول إشي اللي برا بعدين نشتق الزاوية، فمشتقة التان هي عبارة عن سيكن تربيع واحد على إكس بعدين ما ننسى نشتق الزاوية، فعندكم الزاوية واحد على إكس، شو مشتقتها؟ سالب واحد على إكس تربيع. نشتق المقام واحد على إكس تربيع، إذا هاي مع هاي رح تروح، شو بصفي عندي؟ بس لا شوي، المقام سالب واحد على إكس تربيع هيك المشتقة، فهاي مع هاي بتروح، يضل عندي الليمت لسيكن تربيع واحد على إكس لما إكس بتقترب من المال نهاية. نيجي نعوض، نعوض المال نهاية سيكن تربيع للواحد مال نهاية، الواحد على المال نهاية صفر، إذا بدهم السيكن تربيع لمين؟ للصفر. طب إحنا بنعرف إنه السيكن تربيع شو بس نكتبها، ضل عندي الليمت للسيكن تربيع الواحد على إكس لما إكس بتقترب من المال نهاية، عوضوا المال نهاية واحد على المال نهاية زيرو، يعني إحنا بدنا الليمت للسيكن تربيع للزيرو، صح؟ السيكن تربيع للزيرو، السيكن تربيع للزيرو مش هي بتساوي واحد على كوساين تربيع للزيرو، يعني واحد على واحد واحد. إذا لما عوضنا المال نهاية طلع معي سيكن تربيع واحد على المال نهاية، يعني سيكن تربيع للصفر. السيكن إحنا بنعرف اللي هي بتساوي واحد على الكوساين، بما إنه عندنا سيكن تربيع واحد على الكوساين تربيع للصفر، فبالتالي كوساين الصفر واحد، واحد على واحد الجواب عندنا واحد. وهيك بنكون خلصنا محاضرتنا لليوم، إن شاء الله بالمحاضرة الجاي رح نكمل الجزء المتبقي من سكشن 4.4، بنخلص السكشن بالمحاضرة الجاي، ويعطيكم ألف عافية.